على مدى سنة كاملة من المتابعة والمطاردة وجمع المعلومات الاستخبارية والعسكرية، مجلس أمن إقليم كردستان أعلن وعبر بيان له إحباط مخططات إرهابية كان يخطط لها عناصر داعش الإرهابي وبعض المجاميع المسلحة مستهدفة أمن واستقرار الإقليم. استطعنا أن نبني استقرار أمني مناسب جدا، وهناك تعايش سلمي إداري وتعايش سلمي بين الأطلاف والأقليات القومية والدينية في جميع أنحاء الإقليم. وكان بيان مجلس الأمن في إقليم كردستان واضح جدا لإحباط العمليات الفاشلة الإرهابية والإجرامية التي قاموا بها بعض الخلايا. هي مو عملية واحدة طبعا، عمليات حاولوا استهداف عنصرية أجنبية، حاولوا استهداف رموز إدارية وعسكرية، وحاولوا استهداف أيضا دبلوماسيين، ولكن الحمد لله العيون الساهرة وقوات الآسايش كما كان لهم دور سابقا في دحر العدوان ودحر الإرهاب، واليوم أيضا استطاعوا أن يدحروا هذه الخلايا وأن يحبطوا هذه العمليات الفاشلة. القوات الأمنية أحبطت 3 مخططات لمجاميع إرهابية تخريبية تستهدف البعثات الدبلوماسية وشركات عالمية كبرى ومؤسسات أمنية، وتخطيطها لاغتيال مسؤولين حكوميين كبار وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المؤسسات الأمنية والعسكرية خاصة في محافظة دهوك داخل العراق وفي أقليم خاصة، يعملون لصالح أجندات أقليمية ولأجندات أجنبية. هدفهم هو زعزعة الأمن والاستقرار الأقليم، لأنها في الأقليم توجد حكومة والعقل السليم والحكيم لإدارة هذه الأقليم ولإدارة شؤون مواطنيها بأمان والاستقرار. يريدون زعزعة هذا الأمن والاستقرار ولكي يعيش الأقليم بما هو بقية المناطق الأخرى. إن هذه العمليات تثبت أن هناك تهديدات مستمرة تستهدف أمن إقليم كردستان واستقراره، غير أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتقويض الأمن والاستقرار الذي ينعم بهما الإقليم. من أربيل، رياض الزبيدي، اليوم.